الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. أبتدئ الإملاء بسم الذات العليا مستدرا فيض البركات على ما أنا له وأولاه. وأثني بحمد موارده سائغة هنية. ممتطئا من الشكر الجميل مطايا وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية. المنتقل في الغرر الكريمة والجبال واستمنح الله تعالى رضوانا يخص العطرة الطاهرة النبوية. ويعم الصحابة والأتباع ومن والاه. وأستجديه هداية لسلوك السبل الواضحة الجلية. وحفظا من الغواية في حطط الخطأ وخطاه. وأنشر من قصة المولد النبوي برودا حسانا عبقريا. ناظما من النسب الشريف قد تحل المسامع بحلاه. وأستعينوا بحول الله تعالى وقوته القوية.
فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. أطر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وبعد فأقول هو سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب واسمه شيبة الحمد بن هاشم واسمه عمرو بن عبد مناف واسمه المغيرة ابن قصي واسمه مجمع سمي بقصي لتقاصيه في بلاد قضاعة القصية إلى أن عاده الله تعالى إلى الحرم المحرم احترم فحمى حماه ابن كلاب واسمه حكيم بن مرة ابن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر واسمه قريش وإليه تنسب البطون القرشية وما فوقه كناني كما جنح إليه الكثير وارتضى ابن مالك ابن النور ابن كنانة ابن حزيمة ابن مدركة ابن إلياس وهو أول من أهدى البطن إلى الرحاب الحرمية وسمع في صلبه النبي صلى الله عليه وسلم
ذكر الله تعالى ولبّاه. ابن مضر بن نزار بن معد بن عدنان وهذا سلك نظمت فرائده بنان السنة السنية ورفعه إلى الخليل إبراهيم أمسك عنه الشارع وأباه. وعدنان بلا ريب عند ذوي العلوم النسبية إلى الذبيح إسماعيل نسبته ومنتماه فأعظم به من إقد تعلقت كواكبه الدرية وكيف لا والسيد الأكرم صلى الله عليه وسلم واسطته المنتقى نسب تحسب العلا بحلاه قلدتها نجومها الجوزاء حبذا إقد سودة وفخار أنت فيه اليتيمة الأسماء وأكرم به من نسب طهره الله تعالى من صفاح الجاهلية أورد الزين العراقي وارده في مورده الهني ورواه حفظ الإله كرامة لسيدنا ومولانا محمد آباءه الأمجاد
تسعون لاسمه تركوا السفاح فلم يصبهم عاره من آدم وإلى أبيه وأمه سرات سرى نور النبوة في أسارير غررهم البهية وبدر بدره في جبين عبد المطلب طالب وابنه عبد الله عطر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه.